ديال ما دومنا في شارع فريد الانصاري غنصور لكم اشغال في وصلات. فوالا انتما كتشوفوا الاشغال راه دابا ما بين المداره ديال قرطبه وديال سميتو ديال مرجان ماركت اسيما سابقا. هذا الرصيف اللي تصوب اللهم بارك راه في مستوى عالي. هذا التقطع اللي كتشوفوه الدور ديالو دور مهم، وهذا التقطع الدور ديالو هو الحمايه ديال الرصيف من التشققات. هانتوما دائما الاشغال كتنتهي في البدايه ديال كل زقاق ولا كل زنقه. هاد البلايص الخاوين كاينين اللي خاصهم تحت الشجر، ها كيفاش غادي يكونوا البلايص تحت الشجر ومزيان ملي داروهم بالبيطون باش ما يتعرضوش للعمليه ديال السرقه من طرف الاعداء ديال الناس المسالين قبو. الشارع الشكل ديالو بدا تيبان اللهم بارك. هنايا هاد البلاصه هادي اللي كتشوفوها هنايا، هنا غادي يكون ممر الراجلين، مازال غيدلو داك البيتوم البيتوم امبريمي. الحمد لله الخدمه راه في مستوى صراحه. باش نهضروا على الخدمه في مستوى تنطلق من التجربه المتواضعه اللي عندي في مجال الاشغال، ما تحكموش بالعاطفه. كنبقاو الرتوشات في اخر البرش المهم الاساسي كيدوز. انا بغيت نوريكم جانب من لو بيتوم ديز لو بيتوم امبريمي اللي كيدار في الممرات الراجلين، وهذا هو ديال تيكون بهذا الشكل. هذا افالوار ديال ما تشتا، هذا هو لو بيتوم امبريمي. لو بيتوم امبريمي هو في البلاصه فين تيكونوا الممرات الراجلين، هاكا تيكون الشكل ديالو.